باي باي يا مرامور هنبقى غادي في المابور باي باي يا مرامور غدا يقلع البابور المابور غدا يقلع البابور باي باي يا مرامور وي مديالي على البال هي هي عطيوني كلي من زيت النهار وإذا معدبة بها وصار عطيوني كلي من زيت النهار وإذا معدبة بها ديال زومي. شكرا صاحب الوطنيه اللي استضفتني في قلب الحدث. كان لاول مره مهرجان هنا في هذا زومي، يعني وحتى ماشي بالسهل باش يجي هذا الجمهور كله تبارك الله وصلى النبي. وهاد الناس انا عندي معاهم علاقه من قبل، لان كان جيت كنصيد هنا معاهم بحال خوتي وعزازين عليا، وجيت شاركت في هذا المهرجان حبا فيهم، ونتمنى ان شاء الله نكون كنت عازف الضم ديالهم. وكنشكر الدرك الملكي اللي هو كان حارس على المساله باي طريقه، وهني في مستوى عالي كان سيكيورتي. كنشكر جميع السلطات المحليه اللي كتواجد في هذا المهرجان اللي اول مره دار هنا، ويسالي بهذه الطريقه راه يا سلام. شي ممكن انا واش هذا الشكل كان يتورث نورث لولده؟ ما كل واحد كيدي مع البركه ديالو، كتخلق مع واحد الروح راه كيديها مع استاذ. هذا هو اللي بغيت نقول. انا جاي فرحان، جيت فرحان وغادي فرحان فاش رضى عليا الجمهور ديال زومي ولا ديال والجوار ديال زومي، يعني غادي فرحان. وتنشكر يعني جميع السلطات المحليه، كنشكر السيد العامل، وكنشكر السيد الباشا، السيد القائد، والسيد الرئيس، وكاع الاعضاء ديال الجامعه الحضاريه، وعلى راسهم الدرك الملكي وتما الدرك الملكي، السلام ديالهم بكل صراحه. السلام عليكم يا اخواني الفاضل. هذه الليله هذه واحد ليله كبيره عندي،
معكم اولا محمد القرواني الفنان الامازيغي والشعبي، وكان عندي شرف كبير باش نحضر في هذا المهرجان هذا في جامعه زومي، والحمد لله كان واحد الاقبال كبير من الجمهور ديال زومي والناس ديال وزان والناس اللي وزان والنواحي، وفرحت بزاف حيت كان واحد الاقبال تبارك الله كبير 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 بزاف، وكان واحد التجاوب مع الجمهور ديالي وكنبغيهم وكنبغيكم كاملين. البوم كاين عندي ان شاء الله، كاين البوم عاد خرج واحد الالبوم عاد خرج في هذه الايامات هذه، راه غنيت واحد الاغنيه واحد شويه منه قبيلات، وكاين ان شاء الله الجديد ان شاء الله مع فنانه كبار ان شاء الله. الحمد لله، شوف الفنان ما كيتبتش راسو، الجمهور هو اللي كيتبتو، هو اللي كيعطيك قيمه، الا كنتي فنان غادي يعطيك قيمه وغادي يعطيك الحاجه اللي كتستاهلها، اما الا ما كنتيش ما عندكش جمهور ما غاديش تكون فنان. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.